عندنا طبعا معروف لدى هذه المديريه ومعروف كذلك على الصعيد الجهوي انما نقول كذلك على الصعيد الوطني وفيه طبعا رمزيه وتكريسا طبعا لهذه ثقافه الاعتراف اعتراف للرجل وللمؤسسات اللي طبعا جمعيه تنميه التعاون الوطني فرع الاقليمي العرائش فرع النشيط ترك بصماته خالده على مستوى العمل الجمعوي والعمل التربوي إن إقليميا أو جهويا أو وطنيا فهي مناسبة طبعا مهما قلناه في الرجل سي محمد الصبان فطبعا ننفيه قدره نظرا لكونه إنسان بمفهومه الإنسان وكذلك مربي وفاعل جمعي وحققت طبعا جمعية تنمية التعاون المدرسي واحد النقلة واحد التطور بارز على مستوى طبعا تفعيل أدوار الحياة المدرسة وكذلك على مستوى الأنشطة من خلال مجموعة من المحطات لا يتسع المكان والمجال كذلك لذكرها وهي مفتاحية وهو نموذج كذلك وقدوة للناشئة فأتمنى له طبعا صحة جيدة ودوام كذلك التألق وكذلك إن كان قد هذه سنة الحياة الإدارية وحيلة على التقاعد فطبعا سيبقى لنا مرجعا نتكئ عليه في مجموعة من الممارسات التدبيرية على المستوى الإقليمي وكذلك نبراس لمجموعة من العمليات المفتاحية التي تقودها جمعية تنمية التعاون المدرسي ومختلف الجمعيات النشطة طبعا في المجال التربوي فشكرا لكل من ساهم من قريب وشكرا للأمهات للآباء لكل كذلك أعضاء المكتب الوطني للجمعية تنمية التعاون المدرسي والمكتب الجهوي والمكتب كذلك الإقليمي ومختلف الفاعلين الذين طبعا كانوا سندا قويا وعونا لهذا الرجل من أجل تخطيط المشاريع ديالو التربوية فطبعا تبقى المديرية سنستمر في حمل مشعل طبعا هذا العمل الجمعوي كما خطه السي صبان والمكتب معه وكذلك الإخوان على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى الوطني تبقى المديرية رهن الإشارة وكذلك سيبقى الصبان مرجعا لنا واستشارة وكذلك لأنه علم من الأعلام على المستوى التربوي وعلى المستوى التدبيري كمدير وكذلك كفاعل جمعوي فنتمنى طول العمر يبقى دائما في أحضاننا وفي ذاكرتنا لأن مثل هذا الرجال هم الذين يشكلون رافعة قوية للنشئة والنشئة الاجتماعية باعتبارها تمثلات ورموز كتعمل المدرسة على استكمالها كتنشئة ديال الأسر وديال المجتمع فشكرا قلت للحضور لكل من سام من قريب وبعيد فالخطوة كذلك لأنه كان بيننا وإنسان معروف كذلك حتى بواحد القلق قلق مرغوب ومطلوب وقلق إن كان قلقا فهو قلق السؤال قلق فلسفي قلق لي من أجل بناء واحد التصور اللي هو ناضج اللي كتعرف الصبر أكثر من كعرفه ولكن أنا عرفته في ذاك الحس المرهف الذي يبقى تاويا وراء ذلك الاندفاعية وهي اندفاعية مرغوب ونحن في أمس الحاجة إليها من أجل بناء مدرسة اليوم ومدرسة الغد وشكرا لكل من حضر هذا اللقاء.